إفريقيا. سنواكب من خلال هذه الحلقة رحلة فريق الرجاء البيضاوي بالكلمة والصورة من خلال كاميرا الزميل محمد الحطاب. إذن ندعوكم لقضاء لحظات ممتعة مع رحلة فريق الرجاء البيضاوي وكذا تفاصيل المباراة النهائية لنيل كأس عصبة الأبطال الإفريقية. انطلقت الرحلة بمجموعة من العراقيل، كان أولها في مطار تونس قرطاج، حيث نشب خلاف بين الهيئة المسؤولة والصحفيين حول الكاميرات المرافقة للوفد الصحفي وكذا عدسة التصوير. وبعد نقاش طويل تم وضع حد لهذا الخلاف والتحق الصحفيون بمقر إقامتهم. عراقيل أخرى عانى منها فريق الرجاء البيضاوي والطاقم الصحفي في مدخل ملعب المنزه بتونس، حيث تم منع الجميع من ولوج الملعب ضاربين عرض الحائط القوانين المنظمة لكأس عصبة الأبطال، والتي تبيح للرجاء البيضاوي إجراء آخر حصة تدريبية له في الملعب الذي سيحتضن اللقاء وفي نفس توقيت المباراة. ومرة أخرى وبعد تدخل بعض الجهات حسم الأمر، وتدربت الرجاء تحت وابل من الحجارة التي انهالت على الملعب من طرف بعض العناصر التي تنتمي لجمهور الترجي. والصور توضح ذلك. وقد لقي هذا التصرف سياء عميقا لدى جل الأوساط الرياضية التي كانت في عين المكان. طموح العناصر الشابة للرجاء التي كانت مستعدة لخوض غمار هذه المباراة بما يتطلب ذلك من استماتة. وهذه صور للمعسكر الذي أقامه فريق الرجاء البيضاوي، حيث كان هناك تركيز تام واستعداد كامل لنيل هذه المباراة. العناصر الرجوية صبيحة يوم المباراة تحاول الخروج من الضغط الذي تفرضه الجماهير التونسية وكذا الصحافة التونسية على كل اللاعبين الرجويين، وقد أبانوا هؤلاء اللاعبون عن استعداد كامل لتجاوز كل العراقيل والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك في الخفاء ضد الرجاء. الرجاء ممثل كرة القدم المغربية في هذه النهاية، آخر الرتوشات لتهيئ العناصر الرجوية. كار للدفاع عن قميص الرجاء، وقد اعتمد على الجانب النفسي لتهيئ اللاعبين الذين ورغم صغار سنهم كانوا متشبتين بلغة النصر وواثقين من إمكانياتهم سواء البشرية أو التقنية، ومدركين للأجواء المدبرة للنيل من تركيزهم واستعدادهم، واضعين الإيمان بالله هو شعارهم في هذه المباراة. الرجاء الى على فينال حضرت من المغرب خصيصا لمسانده الرجاء، وقد تم وضع طائرات خاصه لنقل الجمهور المغربي الذي حضر لتدعيم التواجد الرجوي في هذه المباراه، ومن ثم الدفاع عن الكره المغربيه. جماهير اخرى حضرت من الدول المجاوره كايطاليا للانضمام للجمهور المغربي في هذا اللقاء، وقد استحسن الجميع الحضور المغربي الذي شكل دعامة أساسية للرجاء، وقد كان الكل في استقبال الجماهير الرجوية. الجماهير واجب بكثرة، وحنا الآن في استعداد لاستقبالهم هنا بمطار ديال تونس، والحمد لله أنه الإقبال ديال الجمهور كاين، وراه وصل من يوم الجمعة وصل الفوز الأول، واليوم الأحد الثاني الفوز الثاني إن شاء الله. ومنذ الساعات المبكرة من صباح يوم الأحد امتلأ ملعب المنزه بتونس عن آخره بالجماهير التونسية التي كانت واثقة من الفوز. إن شاء الله دور مقابلة في نطاق الروح الرياضية ساعة، واللي يلعب خير هو اللي يربح، والنتيجة باش تكون واحدة بركة من زوز. الترجي عملت خطوة أحسن، جابت التعادل من المغرب، عندها معناها تنجم تقول 80-90% الترجي بالتسع. وهذه هي كرة، كي تحط الكرة في وسط الميدان اللي يلعب خير يربح، سواء عنا ولا عندكم مش مشكل، أما المكثر عنا احنا راهو. وكعادته كان الجمهور الرجوي والمغربي وفيا لهذا الحدث الرياضي التاريخي،
بالرايات المغربية وبالأعلام الخضراء التي تمثل رمز الرجاء البيضاوية. الجمهور التونسي كان بدوره يحمل رايات تونسية وأعلام حمراء وصفراء وتمثل رمز فريق الترجي، وكان الجميع مستعد للاحتفال بالتتويج الأفريقي المنتظر، حتى أن الفريق التونسي هيأ كل شيء بما في ذلك المعسكر التدريبي في المكسيك استعدادا لنهائية كأس العالم للأندية. وفي حدود الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت تونس والثانية بتوقيت المغرب، دخل الفريقان إلى رقعة الملعب وانطلقت المباراة بحذر شديد من الفريقين. وكما كان منتظرا، فالحكم القادم من الرأس الأخضر يكشف كل الأوراق ويعري عن النوايا الخفية لتحطيم الإرادة الرجوية بإعلانه عن ضربة جزاء أقل ما نقول عنها أنها توجد فقط في قاموس هذا الحكم، كما أشهر الورقة الحمراء في حق اللاعب جريندو لينفذ بالحرف بنود الاتفاق الذي تم بينه وبين جهة مسؤولة، ضربا عرض الحائط بالأمانة التي وضعت على عاتقه وضربا القيمة التي صنعها سعيد بالقولة في مونديال 1998 في فرنسا. وأرجع إفريقيا 50 سنة إلى الوراء، لكن بمشيئة الله انتصر الحق وتمكن الحارس الشاذلي من صد ضربة الجزاء لتعود الأمور إلى مرحلة الصفر وليبدأ اللقاء من جديد. وهنا نتابع المحاولات الرجوية بالرغم من النقص العددي، محاولات كان من ورائها جريندو، ريدا الرياحي ومجموعة من اللاعبين الشبان الآخرين. نتابع هنا قذفة اللاعب طلال التي شكلت تهديدا للحارس شكري الوعر. بالمقابل لم يتمكن الفريق التونسي من استغلال النقص العددي، ومن خلال هذه المحاولة اتضحت الصورة وظهرت النوايا الخفية للحكم، حيث تغاضى عن ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس لصالح فريق الرجاء البيضاوي بعد إسقاط اللاعب ريد الرياحي في مربع العمليات، لتنتهي الجولة الأولى بنتيجة 0 لمثله. وليكون فريق الرجاء البيضاوي في الموعد، حيث تمكن بعشرة عناصر من إرغام فريق الترجي التونسي من الخروج بنتيجة 0 لمثله في الجولة الأولى. في الجولة الثانية حاول فريق الترجي التونسي الضغط على معترك فريق الرجاء البيضاوي، لكن بدون جدوى. فريق الرجاء البيضاوي الذي كان يقوم بين الفينة والأخرى بهجمات مضادة بواسطة نجم الفريق اللاعب مستودع وكذلك اللاعب الواعد مصباح الذي تنبأ له الجميع بمستقبل ظاهر. وهنا نتابع آخر محاولات فريق الترجي والصمود القوي لدفاع فريق الرجاء البيضاوي بقيادة الحارس المتألق مصطفى الشاذلي. هجمات فريق الترجي لم تشكل أي خطورة على دفاع فريق الرجاء الذي كان حاضرا بكل قوة. وهنا هجوم آخر لفائدة فريق الترجي التونسي لم يشكل خطورة على دفاع مصطفى الشاذلي، هجوم آخر كاد من خلاله فريق نادي الترجي التونسي أن يوقع الهدف، لتليه محاولة أخرى شكلت تهديدا واضحا لفريق الرجاء البيضاوي بعد أن ارتطمت الكرة بالعارضة. وبعد جهد جهيد وصمود قوي يتمكن دفاع الرجوي والحارس الشاذلي من الوقوف أمام كل المرتدات الهجومية لفريق الترجي التونسي. وهنا أبرز محاولة سيتصدى لها اللاعب السفري بنجاح، لينتهي اللقاء بنتيجة تعادل 0 لمثله. وليلتجئ الفريقان للضربات الترجيحية التي أعطت الفوز لفريق الرجاء البيضاوي، وهو فوز تاريخي ويعتبر ثالث من نوعه للشياطين الخضر، ويأتي كذلك بالضربات الترجيحية بعد أن فازت الرجاء في المرتين السابقتين بالضربات الترجيحية كذلك، الأولى بوهران بالجزائر وكانت قد انتصرت على مولودية وهران، والثانية بالمغرب وكانت قد انتصرت على جولد فيلز الغنية. فرحة مستحقة للعناصر الرجوية التي ضمنت تأهيل لنهائيات كأس العالم للأندية بالبرازيل، وسيكون بذلك فريق الرجاء البيضاوي هو أول فريق إفريقي يمثل إفريقيا في هذه النهائيات. ونتابع فرحة فريق الرجاء البيضاوي الذي تمكن بفضل العزيمة وبفضل قوة عناصره
من تحقيق المستحيل في هذه المباراة والتأهيل لنهائية كأس العالم بالبرازيل. كل العناصر عبرت عن فرحتها، وكذلك بالنسبة للوفد المرافق لفريق الرجاء البيضاوي. عدسات الكاميرا وميكروفونات الإذاعة توجهت صوب العناصر الرجوية لمساءلتهم عن مصدر هذه القوة التي ظهرت بها الرجاء في هذه المباراة. مستودع عميد فريق الرجاء البيضاوي يحمل كأس التتويج بعد أن تمكنت الرجاء من الفوز بفضل الضربات الترجيحية. المقابلة دازت صعيبة شوية، لأن الحكم كما راح تشوف طردنا لاعب زريندو، وبقينا لاعبين مع 10 ديال العناصر، وبحق تحملنا واحد لاعب كبير في الدفاع، والحمد لله ربي ما خيبناش وانتصرنا في هذا اللقاء، وفي الحقيقة كنستاهلوا هذا الكاس هذا اللي فرحنا به المغاربة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. في المقابلة كانت واحد المقابلة قوية، بخصوص بأننا لعبنا ب 10 العناصر من بعد 10 بدايه المقابله ب 10 دقائق. كنا واحد المقابله قمنا بها مقابله جميله، وكانوا بعد غيابات، ولكن استطعنا باننا نكونوا ان شاء الله في المساواه، وحققنا الاهم هو الانتصار، والحمد لله. وتنديو هذا الفوز الى رائد الامه محمد السادس ان شاء الله. حق بسم الله الرحمن الرحيم، حق بدينا اللقاء، يعني جينا هنا لتونس باش ندير واحد المقابله جميله في المستوى، جينا بدون مركب نقد، ولكن من جينا سمعنا كلام ان فريق الترجي كيشوف فريق ريال مدريد، كيشوف النصر، يعني ما مهتمش بينا. احنا من لعبنا اللقاء بدينا عاد عرفنا علاش، لان داك الشيء كلشي مترافيكي، يعني كان الحكم باين انه كان مرتاشي وما مرتاشين، يعني بغاو يديو هذا الكاس بهذه الطريقه، وخرج لنا لاعب جريندو اللي قط بالدفاع وعميد فريق في اول في 5 دقائق الاولى، وعطانا ضربه جزاء خياليه. داك الشيء ما تقبلناه، وعندنا لاعبين شبان معدوم تجربه وتقبلوا ضغط الضغط، ولكن ان شاء الله الله كبير ما بغاش الظلم، وانتصرنا وكنا وما بعاونهم الجمهور، لاعبين 11 لاعبين بالحكم ضغطوا علينا تاعي، ولكن الله كبير. يعني بقينا صامدين في هذا اللقاء، وجا ضربه الجزاء ان شاء الله وما خيبناش. الدراري مشاو ضربوا الجزاء بكل هدوء، هما لاعبين كبار ومخلوعين، ما كيمشيو يبغوا الدراري يضربوا ضربه الجزاء. وندي هذا الجمهور هذا الانتصار هذا جميع الجمهور المغربي والجمهور الخاص والجمهور اللي جا معنا وجميع الامه المغربيه واللي هنا في داخل المغرب والخارج وكل شيء، محمد السادس حقه. والتتويج كان مستحق لفريق الرجاء البيضاوي اللي عانى من جميع المراحل الصعيبه، وخصوصا والنتيجه كانت مستحقه، لاننا عشنا هذه اللحظه قبل. ونتمنى من فريق الترجي ان يقلب لها كوب خور ان شاء الله، ونتمنى هذه النتيجه تحقق دائما، ونتمنى فريق الرجاء البيضاوي يحقق نتائج ايجابيه في البرازيل ان شاء الله. والحمد لله على هذه النتيجه هذه، وكنشكر اللاعبين على المجهودات ديالهم، كنشكر الجمهور اللي ساندنا، وكنتمنى من الله على اننا نمشيو للبرازيل ان شاء الله باش نديروا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله. كنهنيهم وكنشكرهم على المباراه اللي قاموا بها اليوم، والانجاز هذا راه هو في حد ذاته دعم الملف ترشيح المغرب، خاصه ان فريق الرجاء البيضاوي غادي يشارك في البطوله العالميه للانديه، وهذا ربما شيء اللي هو عنده القيمه ديالو وعنده الوزن ديالو، ونتمنوا لهم نجاح جيد ان شاء الله في البطوله العالميه للانديه. في الحقيقه راه تتويج كبير للنادي الرجاء البيضاوي، بلا المغرب ان شاء الله اللي هذه النتيجه كتدعم الترشيح ديالو 2006، يعني فريق لاعبي الرجاء يعني استانتو وبرافو عليهم في هذه المقابله، يعني قاموا بمقابله كبيره، واخا الحكم فسد لينا المقابله، يعني كيف كيقولوا كنا رجاله داخل الملعب، وضربات الجزاء ابتسمت لنا والحمد لله. هاد الناس يقولوا على انهم هما اقوى فريق في افريقيا، احنا كنا دائما تنقولوا لهم احنا اصغر فريق ولكن في السن، اما في الحجم حاجه اخرى غادي نبينوها يوم المباراه. والحمد لله يعني رغم الممارسات اللارياضيه اللي كانت كتبان من خلال التحكيم، ابان فريق الرجاء على رزانه وعلى ثبات وعلى يعني القوه ديالو اللي ما كتمكنش غير في ضبط الكره. وزدت قلت لك البارح ان في الكلمه ديالك قلتي ان الترجي دايرين حسابهم ان الكاس ديالهم واجبتك، قلت لك اللي تيحسب بوحدو تيشاط ليه الخير، راه شاط ليه شنو يقول ليه هو الخير، وشاط ليه التيران وشاط ليه الجمهور ديالو، وحنا ان شاء الله دينا الكاس ديالنا والحمد لله، والحمد لله اللي دينا الكاس. ايوا المباراه كما شافوها العالم كلشي حاضرين ليها انتم، وتشوفوا المسائل كلها بيديكم. كاين تعشفات كبيره لا من ناحيه الطرف لا من ناحيه يعني مثلا الجمهور، ولا من ناحيه الاربيطاج، ولا من ناحيه كل شيء. البيلانتي ماشي بيلانتي، على اي حال استحملنا
وبالصبر وبال يعني مثلا بالعقليه ديال 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 المدرسه الكبيره ديال الرجاء حتى ربي جاب التيسير والحمد لله. نتمناو خير من المستقبل ان شاء الله. ومباشره بعد نهايه المباراه اقام سفير صاحب الجلاله بتونس السيد عبد القادر بن سليمان حفل استقبال على شرف العناصر الرجويه. ذكر من خلاله السيد سفير بقيمه هذا الفوز الذي سيدعم ملف ترشيح المغرب لمونديال 2006. في نظري غنقول ان هذه النتيجه نتيجه القرن وبطوله القرن بالنسبه لنا وما غتنساش في الحياه ديالنا، لان لنا داكشي اللي دوزوا اللعابه ولا دوزوا الجمهور ولا ما فيهم نيت صحفيين ودوزوا، لان كنا كلنا الحمد لله يد في يد، وهذه هي اللي جعلتنا حنا نكونوا قويين وانتصرنا زعما بعزيمه زعما قويه ان شاء الله. تناديوه الملكنا محمد السادس والجمهور المغربي وتنشكر المجهود اللي داروا به اللي قاموا به اللعابه اليوم، مجهود كبير لان لعبوا ب 10 اللعابه وضد 12 ولا نقولوا 14 لاعب، وتنشكر الجمهور اللي حضر هنا وساند الفريق الرجاء البيضاوي حتى لاخر لحظه. هاد الناس هادو ديال الترجي هيئوا الاحتفال باللقب قبل الاوان ديالو، ونساو بان هاد اللاعبين هادو راه كينتميو لواحد الوطن اللي هو المغرب اللي هو وطن التحدي، بحيث انهم جاو عازمين اللعابه باصرارهم وباصرار جميع المكونات ديال نادي الرجاء البيضاوي جاو باش يديو هذا اللقب وتمكنوا باش يديوه. فثلاثه النهايات اللي لعبنا لحد الساعه كنظن ان هذه اصعب نهايه، ولعب فيها التحكيم بغى يلعب فيها التحكيم بواحد الدور كبير، لكن كيف سبق لي قلت العزيمه ديال اللاعبين اكدت ان الرجاء كتبقى فوق كل اعتبار، واننا الا انفردنا بالفوز باول لقب افريقي على صعيد رابطه الابطال افريقيا فكنكونوا اول فريق افريقي غيشارك في كاس العالم، وهذا ماشي غريب على اولاد وطن المغرب الحبيب. وشكرا. الرجاء اليوم جاهدات ب 10 لعابه رغم الحكم ما كانش كان تغاضى على اصابه او ضربه جزاء اللي حيد لينا حنا، وربي والعزيمه ديال اللعابه تمسكوا بعضياتهم والاراده ديال ربنا وطلبنا الله ووفقنا ودينا الكاس وغادي نمشيو لكاس العالم في البرازيل ان شاء الله. الكل عاد الى قواعده بسلام، والعناصر الرجويه التي شكلت كوموندو قوي عادت بالنصر وعادت بالكاس الافريقيه التي تعتبر تحدي بالنسبه لهذه العناصر التي تنقصها التجربه وتخوض اول لقاء نهائي من هذا الحجم، وكذلك بالنسبه للمدرب اوسكار الذي تحدى كل الصعوبات واعتمد على مجموعه هي من انتاج مدرسه الرجاء 100%، وكل فعاليات رجاء كانت تردد نشيد النصر. الكل إذن قام بواجبه في هذه الرحلة التي أثمرت وأعطت فوز تاريخي مستحق للرجاء. ومباشرة بعد عودة الرجاء لأرض الوطن استقبال حار خصص للعناصر الرجوية، حيث كان وزير شبيبة والرياضة سيد أحمد الموسوي والجنرال دو ديفيزيون سيد حسني بن سليمان في استقبال الرجاء التي تعتبر خير سفير لكرة القدم المغربية.